هذا سائل من روسيا يقول: عندي أخ في بلدي، أخ مسلم، إذا نصحته بترك المعاصي فإنه يقول لي إنه لا أحد قد رجع بعد الموت، ويقول ذلك استهزاء. يقول: هل أخي هذا يعد الله مسلم؟ العافية. أقول: هذا قنوط من رحمة الله، هذا قنوط من رحمة الله، وإصرار على الذنوب وامتناع من التوبة، ويخشى عليه. نعم.